متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بألف خير، كنتمنى كذلك ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء هذا إن شاء الله بإذن الله. كيف ما معودي لكم ديما في قناة شوف تيفي، فاحنا ديما كنشوفوا الناس اللي عندها مشاكل، الناس اللي محتاجة، كنحاولوا نوصلوا صوتها للمجتمع الرأي العام باش يوصل الناس أنها تعاونا. اليوم معي واحد السيد كيف ما كتشوفوا هو أب وزوج في نفس الوقت، للاسف مر بواحد الظروف جد صعبه، اللي منها ان الزوجه ديالته خدات لي رزقه كامل، خدات لي كل شيء واتفقوا عليه هو والبنات ديالو، ودابا ولا مليح غير في الزنقه. وفاش مشى عند الاخت ديالو كذلك جرات عليه وجر عليها الزوج. السلام عليكم. الاسم ديالك وفين ساكن؟ حاول ترفع صوتك. عاودي المشكل اللي عندك من الاول. زيد شي الميكرو هكاك. حاول تعاود لي على المعاناة ديالها، شنو وقع بالضبط اللي خلاها دير هادشي؟ عاود لنا التفاصيل شوية. قرب شي الميكرو خويا. قرب الميكرو شوية. اها من بعد ما جراو عليك فين مشيتي؟ دابا فين كتعيش؟ واخا ما حاولتيش تهضري مع ما حاولتيش انك تهضر مع الزوجه ديالتك حبيا؟ واخا عاود لنا شويه على المعاناه ديالك. دابا ما انت ما كتقدرش تدخل للدار؟ ما كان قدام الدار صافي في قوه الدار، كانوا كاملين كما كاملين، تلقوا الحال الدار وتلقوا الدار وتلقوا الدار اللي دار وتلقى بحال كتمشي عندهم؟ حاولتي انا كتمشي عندهم؟ واخا دابا عاودي لنا دابا حاليا كيفاش انت عايش؟ بزاف ديال الناس كيقول لك شنو المشكل بالضبط اللي وقع لي خلاها انا تجري عليك؟ المشكل هو اللي بقيت كنصور فيه، بحال شخص اللي بقيت كنصور والو، تطلع عندي فكرة مع الناس، ما غاديش تبدل. وفاش كنتي كتصور كنتي كتعطيها؟ كنصور كنتي كتضرب بابا وعطيها تجارة وزادية من حالة كنتي كتصور. كانوا هاد الفيلم فوق كتابه. أها. دابا ملي ما بقاش كنصور والو ولينا نجراو عليه. واخا شنو الطلب ديالك اليوم؟ الطلب ديالي من الناس خاطري رقم الهاتف ديالك. اها
متابعي قناه شفت فيه كيف ما سمعتوا هذا السيد هذا المشكل اللي عنده مع الزوجه ديالو اللي جرات عليه بطبيعه الحال للاسف الشديد، وماشي غير الزوجه ديالو، الزوجه ديالو والابناء ديالو واتفقوا عليه. دابا حاليا السيد كيعيش غير في الشارع بلا حتى شي حاجه. فاحنا من هذا المنبر هذا وانا كذلك من هذا المنبر كنطلب من المسؤولين، كنطلب من المحسنين، كنطلب لي في قلبهم الرحمه انهم يدخلوا في هذا المشكل هذا. كيف ما قال لك السيد هذا الدار بسمية من بسمية بنتك وبنتك الكبيرة في صفك ولا في صف امها؟ واخا دابا انت شنو الطلب ديالك؟ شنو بغيتي من المسؤولين؟ انا بغيت من المسؤولين ياخذوا لي حتى من المراه وبناتها، هادشي اللي بغيتو. وشنو الطلب ديالك من المحسنين؟ انا الطلب من المحسنين يتعاونوا معايا في المشكل. صافي هادشي اللي بغيتو.